حول هذا الموضوع تنضم إلينا من رام الله مراسلة القاهرة الإخبارية ولاء السلمين. مرحبا بك ولاء، آخر لما لديك من معلومات أو تفاصيل حول هذه الحادثة. نعم، الآن الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن عملية لربما هي مزدوجة، لم تتضح الصورة بعد لغاية الآن، سوى أن هناك عملية إطلاق نار تفجير في هذه المستوطنة. بالمناسبة مستوطنة حمشية مخلاة، ويمكن القول أنه الذي تم استهدافه هو موقع عسكري، وأصيب اثنين من جنود الاحتلال، أحدهما بحالة خطيرة، تصل تباعا طائرة الهليكوبتر إلى هذا المكان، وقوات الاحتلال سوف تقتحم في هذه الأثناء قرية عرابة وأيضا صلة الظهر وغيرها من المناطق المجاورة لهذه المستوطنة لمعرفة من هو منفذ هذه العملية وكيف نفذت هذه العملية، إذا كانت هي بالفعل كما يتحدث الإعلام الإسرائيلي هو عملية مزدوجة، وأن هذه هي عملية ضد أهداف إسرائيلية كما يتحدث الإعلام الإسرائيلي. لغاية الآن لم تتضح الأمور بعد إذا ما كانت هناك هي عملية مقاومة من قبل المقاومين الفلسطينيين في هذه المنطقة، ولا ربما تتضح الصورة بعد قليل عندما يكون هناك تفاصيل لا ربما أكثر من قبل الإعلام الإسرائيلي عن هذه العملية، عملية إطلاق نار وأيضا تفجير في هذه المستوطنة. طيب، طبيعة هذه المستوطنة ولاء، يعني هل من معلومات حول هذه المستوطنة التي جرى في محيطها هذه العملية؟ نعم، مستوطنة حمش هي مخلاة من عام 2002، ولكن بالرغم من أنها هي من البؤر الاستيطانية غير الشرعية، كان هناك أيضا إخلاء لعدد من المستوطنين في عام 2015 لهؤلاء المستوطنين، ولكن عندما تسلم اليمين المتطرف زمام الأمور رجع بعض المستوطنين لهذه المستوطنة، وفي كل مستوطنة يوجد موقع عسكري في المستوطنات الضفة الغربية، وهي إحدى المستوطنات هي قريبة من مدينتي جنين وأيضا مدينة نابلس، ولربما الهدف الأكبر هو مدينة جنين، أن المقاومين هم من محافظة جنين وليس من محافظة نابلس بسبب قرب هذه المستوطنة من محافظة جنين، ولربما في هذه الأثناء سيتم اعتقال عدد من الفلسطينيين، أيضا اقتحام لعدد من البلدات والقرى القريبة من هذه المستوطنة. هذه أيضا المستوطنة نتحدث عنها، كان هناك الكثير من الغضب من اليمين المتطرف عندما أخلوا بعض المستوطنين هذه المنطقة بهذه المستوطنة، وأن تكون هذه المستوطنة هي من المستوطنات التي يجب أن يتم إخلاءها، ولكن برغم من ذلك عاد المستوطنين إلى هذه المستوطنة. كان هناك إرباك ما بين المستوى السياسي وبين أيضا المستوطنين والحرادين بهذه والجماعات المتدينة في الداخل الإسرائيلي. إذن نتحدث عن أعداد لا بأس بها من المستوطنين الذين عادوا إلى هذه المستوطنة ولا، ومن ثم أيضا أريد التساؤل عن أعداد الجنود التي تتواجد بشكل عام في هكذا نقاط عسكرية بمحيط المستوطنات. نعم، لا يوجد أعداد بالفعل، يعني نستطيع القول بأنهم موجودين في هذه المستوطنات، سوى أن في كل مستوطنة من المستوطنات في الضفة الغربية والبؤر غير الشرعية في هذه المستوطنات يوجد هناك الكثير من البنية للمنازل المستوطنين الذين يتواجدون داخل هذه المستوطنات، وأيضا نتحدث عن مراكز تعليمية وصحية، وأيضا هناك مواقع هي مواقع تابعة لجنود الاحتلال. أي نستطيع القول بأنها مدينة كاملة متكاملة، هذه البؤر الاستيطانية الموجودة في الضفة الغربية. أيضا يعني في هذه اللحظات نتحدث عن طائرات الهليكوبتر التي تصل تباعا، وهي الطائرات الحربية التي تنقل إذا كان هناك جرحى، ولربما حالتهم خطرة جدا، ينقلون بهذه الطائرات الهليكوبتر على المستشفيات في الداخل المحتل، كما تصل تباعا هذه الفيديوهات من المناطق المجاورة لهذه المستوطنة. إذن كما تم الإعلان حتى هذه اللحظة ولاء، هي عملية مزدوجة تشمل إطلاق نار وتفجير عبوان ناسفة، هذا ما تم الإعلان عنه حاليا في وسائل الإعلام الإسرائيلية. نعم، وبما أفدتنا به أشكرك على كل هذه المعلومات. ولاء السلمين مراسلة القاهرة الإخبارية، كنت معنا مباشرة من رام الله.